أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كثر السؤال كذلك عن عدد ركعات صلاة التراويح، وكيف الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة، وبين ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون 20 ركعة. الأمر في هذا واضح، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ولكن كيف كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني ننظر العدد فقط ولا ننظر للصفة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تفطرت قدماه من طول القيام، فمن هو الذي يقوم هذا القيام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قام ليلة وقام معه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، حذيفة الصحابي الجليل قام مع الرسول، فافتتح البقرة ثم ختمها، قرأها كلها، ثم افتتح سورة النساء ومضى حتى أكملها، ثم افتتح سورة آل عمران ومضى حتى أكملها، ثلاث سور، خمسة أجزاء وزيادة في ركعتين. من هو اللي يصلي هذه الصلاة يقرأ خمسة أجزاء في ركعتين؟ والركوع مثل القيام، والسجود مثل القيام، من هو الذي يصلي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني بس ناخذ العدد ونترك الصفة. الصحابة لما رأوا أن الناس لا يطيقون قيام الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن حذيفة رضي الله عنه يقول لقد هممت أن أقعد وأتركه، حذيفة قام معه ولم يستطع، قال هممت أن أجلس وأتركه صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما رأوا أن الناس ما يطيقون هذا زادوا في العدد وخففوا في الصفة، زادوا في العدد وخففه في الصفة، لأن الناس ما يطيقون أكثر من هذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من أراد أن يطيل القيام والركوع والسجود فليقلل من العدد مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن أراد أن يخفف القيام والركوع والسجود فليكثر من العدد مثل ما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. وكله سنة، فعل الرسول سنة وفعل الصحابة سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فإذا صليت صلاة الرسول هذا سنة بلا شك، وإذا صليت صلاة الخلفاء في عهد عمر وعثمان وعلي، إذا صليت صلاة الخلفاء الراشدين فهذا سنة 20 ركعة. الأمر واسع ولله الحمد. أما اللي يقول لا ما يجوز زيادة على 11 ركعة وهذا بدعة، يقولون بدعة، هذا غلط، هذا غلط. إذن يكون أبو بكر، يكون عمر مبتدع، ويكون عثمان وعلي والصحابة والمهاجرون والأنصار مبتدعة على هذا التعبير السيء، نسأل الله العافية. لا، ما هو بدعة، ما هو بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليطول ما شاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتهجد وحده، كان يصلي صلاة الليل وحده، وكان إذا صلى بالناس خفف، حتى إنه إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الإخوان ما عندهم فقه في النصوص، ما عندهم فقه في النصوص، يأخذون الحديث ولا يتفقهون في معناه، ولا يقارنون بينه وبين غيره من الأحاديث، ولا ينظرون في هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فلذلك وقعوا في هذه المجازفة، وهي قولهم إن الزيادة على 11 ركعة في رمضان بدعة. هذه مجازفة
وهذا معناه أن الصحابة مبتدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.